جار الغير قانونيين ولا الغير المنظمين. وانا هنا فما برشا في المهنة والله من غير منظمة، لكن انا هم اللي قاعدين حقيقة يتهربوا بشكل كبير ياسر ياسر. لا هما كل ما هم المهربين والمهربين والمضاربين والاحتكاريين يعني يحتكوا، وهذا النمط هذا فهمتني هو على معددهم مش ياسر بتونس. اما الشيء اللي تصرفوا فيه مئات الملايين الدنانير ومع الاسف مساهمتهم في الجباية التي تأخذها الدولة تكاد تكون يعني لا تذكر. على ذكر الجباية بالنسبة للتهريب قالوا اللي يمثل 40% من الاقتصاد. وقت تقول مهربين ماش معنى يعني كلهم الغير منظمين. داخلين في المهن الغير منظمين. جزء وجزء ضئيل، أنا قلت لك عددهم مش كبير ياسر ضمن المهربين. ولا هما مهرب محتكر يعني مضارب يعني كل تقريبا نفس النمط يعني. أما عددهم أظن محدود. تبقى نعاود نكرر الأموال اللي صرفوا فيها بيعانهم وشريانهم وكذا بمئات الملايين من الدنانير. ومع الأسف كما قلت لك الأداء اللي يدفعوا فيه يكاد يرقى. بالنسبة للناس العاديين رجال الأعمال العاديين يعني الصناعيين وكذا ممكن فيما مشكور منها ما يصرحش بالصحيح صحيح يعني شيء، لكن نقص الدولة ما مش حاجة كبيرة في تقارن الناس هذوما. اليوم متى شنية الحل؟ اسكو اليوم نجمو نخرجوا من الأزمة؟ فماش حل؟ نخرجوا من الأزمة بصعوبة كبيرة ياسر وتحب مدة زمنية ماهوش في شهر ولا في عام تخرج من الأزمة هذي. ناش إذا كان الأشياء باش تمشي بالشيء اللي قالوا عليه مش صحيح 100% لا باش يصير هذا يا رهوة، خاطر هو باش يقول أنت عندك حتى الانتخابات الجاية، والانتخابات الجاية مبدئيا محطوطة في الدستور زاد أشوفك العاملة أنا يعني أنها ما تفوتش آخر العام هذا الانتخابات. إي موافق 2014. إي أولا أنا عندي شبه يقين أنها ماش باش تصير في أواخر 2014 ماش باش تصير. وعندي نوع من الشك انها ما تصيرش اصلا انتخابات في تونس. اي ما تصيرش اصلا. علاش؟ انت شفت وقت تناولنا كيفاش باش الدوله تخرج من العجز اللي احنا فيه بتاع الميزانيه، شفت كيف مس حجر الحيط الكل يطيح. اي عاد انت انا منتخبين هذا باش يصوتوا وقت اللي طاح عليهم الحيط وتوفى تشوف يعني من تي بصورة معناها باش نفهموا برك حتى أزم الاحتقار من جميعه من الاقتصاد والأمن السياسي أنا انتخابات وأنا أكلام الانتخابات هكا هي سهلة، هي الانتخابات إلا في وضع عادي زادة من ناحية أمنية ومن ناحية اجتماعية وكذا. وشوف ديما تحطوا فما هكا التوعيب وفما تدوير صوابع وكذا، خلي في وضع متوتر من جميعه مجنون مالكني معناها مخيط بتاعنا حاطط لي في الدستور هو هذا خويه هذا نوع من الجهل حتى من الناحيه القانونيه ومن ناحيه والله جهل. هذه امور نتاع تنظيميه، امور تنظيميه هذه وقتاش تصير انتخابات وكيفاش امور تنظيميه هذه. شو الجهه تحطها في الدستور؟ الدستور هو ما لا يحتوي على امور مبدئيه مش امور تنظيميه. مبادئ عامه. مش شنو الدستور؟ الدستور هو جمله من المبادئ. انا ما اعتقدش الانسان راهي على الكوادر. هذا رايي. هكا الدستور على الكوادر. راهو مش هو في حد ذاته وكتيبته مزيانه ولا لا وكذا باش يصير وباش يصير باش يطبق لا لا. المساله مربوطه بالوضع العام في البلاد وخاصه بميزان القوى بين الفئات المختلفه المتواجده. هذاك هو اللي يضمن يندرى القانون هذا باش يطبق ولا ما يطبقش، مش خاطر هو في حد ذاته ككرم يعني باهي مش باهي. والدستور 59 كنت تقراه واضح يعني من عز ورفع الاساتير. حيث كي عملنا الدستور يشرع على الكوادر مش معناها يعني عملنا المعجزات، مش يعني. وتخرب هذا المجلس لبلورة الدستور اقوى. اي ولا تعاد سيدي قوانين حزمه بالقوانين، قوانين مش اساتير. حيث انقلب حرف اتجاه وبطبيعه الحال هو اللي تسبب فيه
التوخير والطباط في إنجاز الدستور. هو اللي صار في فترة الترويكا عمره ما صار فاشل خراب تلبلت من جميع الوجه. هذا صحيح عمره ما صار. أما هو الوقت اللي يخطب ويبين وين المصلين يعني ما يكملش. أعطيني رأيك في ميزانية 2014 متاع الياس فخفاخ. من نور قلت رأي فيها هذه ميزانية مبنية بالأصل على الأوهام وهمية ومغشوشة أصلا مغشوشة. هاو نعطيك زوز كمس وقهو باش ما تدخلوش في الوحيد. الحجم بناها على نسبة نمو متاع الاقتصاد. نقول نسبة نمو الاقتصاد أو مش الخطر نحبوا ندخل الاقتصاد برا، لا، لأنه النمو الاقتصاد هو اللي يحدد نمو المداخيل الجبائية متاع الميزانية. أو فهمت؟ ولذلك تقول انت باش نعملوا هذا اشقال لا باش نعملوا 3.5% مساق النمو يعني. انا في جانفي ولا في ديسمبر قلت هذا نسق وهمي ومعنا يعني وباش ما نقولوش باش نكون بريره كما سلاح مثال. كثير من الناس بما فيهم مسؤولين وحزب وكذا قالوا حسين دمشق كالعادة متشاب كالعادة. بيه أنا بين الفترين ماذا بيه يجيوا طوال متفاعلين ماذا بيه توه هو ضغط طوال انتهى فوق متشابين دي بسيارتين ضرب الكاشف أنه من الموجن عمل أكثر من 2.8 تعرف هذا؟ بل 2.8 إيه تعرف هذا إيش معناها؟ معناها يتهبط هذا معناها من 3.5 طابق 2.8 هذا مئات الملايين تدمير نقص في المواد تاع الدول. طبعا الحال خاطر لو تعرف قداش النقطة المئوية تمثل الفلوس الاقتصاد معناها نقطة مئوية في النمو قداش؟ قداش فلوس؟ ما يقارب 800 مليون دينار. أي هذا كثروة كاملة 800 مليون دينار. والدولة قداش تاخذ منهم في العادة؟ 800 مليون دينار. الدولة تاخذ خمس. هذا في القديم الزمان يعني مش جديد. معناها حيث قداش يمثل النقطة المئوية كيف هي ما تصيرش. نقص 200 مليون دينار للموارد الدولة الجبائية. مش 13 معناها التعيب هذايا على الأرقام وعلى الواحد كذا. الحاجة الثانية كي بناو الميزانية مشروحة مع السيد فخفاخ قالوا انه التفويت البيع يعني الاملاك المصادرة اللي وقعوا على مصادرتها وكذا باش يدخل السنة ما يقارب تقريبا مش ما يقارب هذاك 1000 مليون دينار. توا صرحوا تولي وزير المالية الحالي ولا المسؤول كذا قال لك من باب المستحيل اذا كان يفوتوا 400 مليون دينار في وقت الميزانيه الاخرى معناها نتاع السيد فخفاخ تبنات على 1000 مليون دينار. معناها فرق نقص في هذه البلد المورد هذا فقط 600 مليون دينار. وقص على ذلك خلاص الامر هذه ميزانيه بنيت على الهواء. قال وجدنا الحالة والوضع المالي والاقتصادي بتاع البلاد أصعب بكثير مما كنا نتوقع ونتصور. الرجل هذا قبل المهمة مصيبة. قال مهمة بقى مصيبة قبلها على رأسه. يا خليه أما لا تقول فيه رأس خير. شو تفاجأت أنت اللي هي أصعب مما كنا نتصور؟ وانت يا اخي وقت لها اعطوك المشروع معناها بتاع القانون المالية خاطر القانون المالية مفتعف لابد يتعدى على مجلس الوزراء على الاقل مرة ساعة ساعة مرتين ثلاثة اربعة بحيث المشروع تعرف انت وعندك القدرة انت مش تعرف معناها يعني شنو المنطق وشنو هي التناسق وشنو هي الكذا بتاع المشروع. نتكلم كان عن الوظيفة العمومية راه اما اللي صار مثلا في المؤسسات العمومية مثلا كيما شركات عموميه كما ستاك كما صونات كما تونسيه يعني صارت كسر الزيادات اللي صارت فيهم في الشهريه اوه ببعثهم على الوظيفه العموميه.
في بعض المؤسسات مرتين وثلاثة زيادات اللي صارت في الوظيفة العمومية في وقت لا وهذا ماذا بينا نفهمه جل المؤسسات العمومية مش في وضعية مالية سيئة عجز وكذا فيها مشكور على باب الفلاس الأحزاب مهما كانت والنقابات هذا كيف كيف وحتى منظمات المجتمع المدني هذا كيف كيف راهو لهم كل ما بلس ولهم كلهم ليك أيوة هذه لازم تكون واضحة معناها تمشيش تقول لا والله الحزب الثاني لا والله من الثقة ولا مهماش مش الخرافة هذه مهماش إذا كان تحب تبعد أقصى ما يمكن على الفساد مش نحيه مستحيل نحيه تماما مستحيل لابد يبقى الآثار يزمك العس العسى والمراقبة وال يعني المحاسبة هل أنه ظاهرة التوسيم هذه شوف اسمها أول ساعة غير منطقية وغير تقليدية باش تجي حيث باش إلا في بعض المهام وبعض المسؤوليات في بعض الأحيان صحيح أو مثلا في الجيش مثلا فما ناس قاموا بدور كبير في الدفاع عن البلاد وكذا حتى كيف يصير منها يخرج في التقاعد وكذا يكرموا تقدير له وتقدير الخدمات وتقدير الشيء اللي أدى هذا شيء منطقي في تونس معناتها أي واحد هو اسمه تستنى كملك عاد هذا منطقي أما إذا كان تجي واحد العمر سمعت به ولا عمل حاجة تعرفها أنت اللي صار حاجة فيها وكذا وممكن كان العكس كان معناها ياسر معرض للانتقاد وعدم الرضا وكذا وبعد كده حياته تتكرر هذا يعني معناها يعني كذا هو تعرف منين يجي هذا ولا التصرف هذا هو ساعة وكان نقصه شوية احنا من البروتوكول هذا ونقصه تهاوى هم الحقيقية ونقصه شوية من ماشي الجي وهالكذا وهالثبات والرويت الباب هذا هاي قلت بصراحة ونتهاوى كما قلت لك بهمنا لا تلهاوى شوية بهمنا الحقيقي راهو هيك احنا في الهموم يزي